بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل ما علمتنا وما تعلمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وأنت أكرم الأكرمين. وزدنا يا رب علما نافعا وعملا صالحا مقبولا وإخلاصا كاملا إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. وبعد، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. لما أذن الله عز وجل أن تنتهي سلاسل الامتحان التي تعرض لها يوسف عليه السلام، والتي بدأت بحسد إخوته له من قربه من أبيه ومحبة أبيه له، مرورا بإلقائه في غيابة الجب، ثم في بيعه عبدا في مصر، ثم في الفتنة التي تعرض لها في بيت العزيز، ثم في التهمة التي اتهم بها، ثم في زجه بالسجن ظلما وإلى أمد غير محدد. لما أذن الله لكل هذه المحن أن تزول، والله عز وجل إذا شاء أن يعطي يعطي بسبب أو بغير سبب، وإذا أراد أن يمنع يمنع بسبب أو بغير سبب، كله ضمن إطار الحكمة، وهو الحكيم العليم. لكن ربما يتعلق أمره بسبب، وربما لا يتعلق أمره بسبب، وربما يتعلق أمره بالعطاء أو المنع وبالخفض أو الرفع بسبب ليس هو في الحقيقة سبب في عقولنا. يعني لما أراد الله أن يفرج عن يوسف وأن يخرجه من السجن، جعل الملك يرى رؤيا فلا يستطيع أحد أن يعبرها ويؤولها ويفسرها له، حتى احتاج إلى يوسف لتكون سبب خروجه من السجن. رؤيا منام. الرؤيا الأولى ليوسف عليه السلام كانت سبب محنته مع إخوته: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. رؤيا الملك كانت سببا لنجاة يوسف من السجن وإخراجه منه. انظر، السبب واحد، هذه رؤيا وهذه رؤيا، هذه رؤيا سببت محنة وهذه رؤيا سببت منحة. ملك الملوك إذا وهب، لا تسألن عن السبب، لا تسألن عن السبب. ربما يعلق الله أعظم الأمور بأبسط الأسباب. رؤيا سبب محنة يوسف مع إخوته، السبب المباشر يعني رؤيا: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. سبب نجاة يوسف من السجن رؤيا، لكن لم يراها هو وإنما رآها الملك. وسبب دلالة الملك على يوسف ليعبر له الرؤيا أيضا رؤيا، لأنه لولا الرؤيا التي رآها صاحبيه في السجن، إني أراني أعصر خمرة، وبشره يوسف أن تأويل هذه الرؤيا أنك ستعود إلى الملك ساقيا له بريئا من التهمة التي زجت بك في السجن، لما عرف هذا الرجل أن هناك من هو ماهر بتفسير المنامات وتعبير الرؤى، فدل الملك عليه: رؤيا رؤيا رؤيا. قبل أن نتابع في بداية سلسلة المنح مع يوسف عليه السلام، الآن بدأت المحن تنتهي، وقديما قالوا بعد كل محنة منحة، وربنا قال: إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى.
فإن أتتك محنة فاصبر فإن بعدها منحة وقد كان قبلها منحة، لأن إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال إذا ضاقت بك السبل ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين متى تذكرهما تفرح. نزلت بك مصيبة، وقعت في هم في ضيق، اقرأ ألم نشرح لك صدرك، فستمر على إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فعسر بين يسرين متى تذكرهما تفرح. قبل أن نتابع هذه المنح كيف تتالت على يوسف، آخر آية وقفنا عندها، وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اذكرني عند ربك، أي عند سيدك، عند الملك. وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم ربي، أي العبد المملوك، إذا أراد أن ينادي سيده أو يشير إليه لا يقول ربي، ولكن يقول فليقل سيدي ومولاي. وإذا أراد أحدكم، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، يعني السيد إذا أراد أن يتحدث عن عبيده، عن ملك يمينه، لا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الحديث في صحيح مسلم وغيره حمل على أن لا تصبح لك عادة، إذا تعودت فاعتد على فتاي وفتاتي وغلامي، والعبد يعتاد على سيدي ومولاي، لا يقول ربي كعادة. لماذا لم نحمله على التحريم؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح استعمل هذا المفهوم الذي استعمله القرآن، يوم تلد الأمة ربتها، استخدم وفي رواية ربها، فاستخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معناها، هذا كراهية التنزيه وأن لا يكون لك عادة، ولأن هذا إذا اعتد عليه ربما يورثك التكبر والتجبر. فمن عنده ملك يمين أعداد كبيرة ويقول عبدي عبدي عبدي، يصبح يرى نفسه وكأنه إله، وإن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. فليقل فتاي وفتاتي على سبيل العادة، لكن إن قالها مرة فقد وقع في مكروه ولم يقع في حرام. الأمر الأخير أيضا قال فأنساه الشيطان ذكر ربه. من أدق ما يوجد في اللغة العربية هي عودة الضمائر، فأنساه، هاء الضمير في أنساه تعود على من؟ قبل هاء الضمير ذكر لنا عائدين ممكن أن يعود الضمير عليهما، وقال للذي ظن أنه ناج، وقال يعني يوسف، هذا أول عائد، للذي ظن أنه ناج منهما، إذن يوسف والناجي. ثم جاءت بعد ذلك فأنساه الشيطان ذكر ربه. أنساه، أنسى يوسف ولا أنسى الناجي؟ والتدقيق في عودة الضمائر في اللغة العربية وخاصة في آيات القرآن الكريم تتعلق به أحكام أحيانا، طبعا هنا لا يتعلق هنا حكم، ولكن في آيات تتعلق بها أحكام، وبالتالي عودة الضمائر تحتاج إلى تدقيق. فهناك من قال فأنساه، أن أنساه هاء الضمير عائدة على يوسف، أن يوسف في ذلك الوقت نسي، وطبعا النسيان ليس معصية، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن الأنبياء لمقامهم العالي يحاسبون على ما لا نحاسب نحن عليه. فأنساه الشيطان في ذلك الوقت أن يستغيث بربه، فتعلق بسبب اللي هو هذا الناجي، وقال له اذكرني عند ربك، أي اذكر قضيتي للملك، عسى أن ينصفني من هذا الظلم الذي أنا فيه. فعاتبه ربه لماذا لم يلجأ إليه مباشرة، فلبث في السجن بضع سنين. هذا قول.
القول الثاني أن أنساه هنا تعود على الناجي، فأنساه الشيطان لهذا الناجي ذكر يوسف لربه. هنا أصبح هناك اختصار ومحذوف مقدر، أي فأنساه الشيطان ذكر يوسف لربه فلبس في السجن بضع سنين. الذي يعنينا أنه لبس في السجن بضع سنين، سواء كان هذا الضمير عائد على يوسف وعوتب بأن بقي في السجن بضع سنين، أو كان هذا الضمير عائد على الناجي فبسبب نسيانه ترك يوسف في السجن بضع سنين، ثم أذن الله بالفرج فصير هذه الرؤيا للملك. انتبهوا الآن في نقطة، في كل القرآن الكريم، والآن نحن نتحدث عن أي بلد، يوسف الآن في أي بلد؟ في مصر. في كل القرآن الكريم ربنا لما يذكر ملوك مصر يقول فرعون، لكن في سورة يوسف ما قال وقال فرعون، جاء بي وقال الملك، وترددت أكثر من مرة، وفي كل سورة يوسف ما في ذكر لفرعون. هذا تنبيه من القرآن الكريم ولفت نظر لقضية تاريخية وتعتبر إعجاز تاريخي في القرآن الكريم، أن في الوقت الذي حدثت فيه قصة يوسف لم يكن الفراعنة يحكمون مصر، هذا الاحتمال الأول والأكبر. فإذا عدنا إلى التاريخ ونظرنا في تاريخ مصر نجدها أنها فعلا في فترة ما يقارب 200 عام لم تكن تحكمها الفراعنة. كان هناك غزو لمصر من قبل الملوك الرعاة وما يعرف في التاريخ باسم قبائل الهكسوس، اجتاحوا مصر وحكموها لما يقارب 200 عام. في هذه الأثناء كانت الفراعنة قد اتجهوا إلى جنوب مصر إلى أسوان وأسسوا مملكة لهم هناك، ودخلوا في صراع مع هؤلاء الهكسوس لمدة 200 عام حتى استطاعوا طردهم من مصر، واستعاد الفراعنة حكم مصر. خلال هذه 200 عام حدثت قصة يوسف، هذا التأويل والتفسير الأول لأن الله قال الملك ولم يقل فرعون، وهذا يؤيده حقائق تاريخية أيضا، لأن سياق الأحداث أن بعد أن استقر بني إسرائيل في مصر في نهاية السورة قال يوسف وأتوني بأهلكم أجمعين، بعد أن استقروا في مصر وتوفي يوسف عليه السلام، فلما استعاد الفراعنة ملك مصر نظروا إلى بني إسرائيل أنكم دخلتم مصر وأصبحتم فيها زعماء في زمن الاحتلال الهكسوسي، ولذلك قام الفراعنة باستعباد بني إسرائيل وجعلهم أذلة إلى أن خرج موسى عليه السلام. هنا تتوافق نسق التاريخ كيف يمشي، أن يوسف وبني إسرائيل دخلوا إلى مصر في زمن حكم الهكسوس الذين كان ينظر إليهم الفراعنة والقبط أنهم غزاة مستعمرين محتلين، وأصبح يوسف الذراع الأيمن للملك وأصبح على خزائن الأرض. وقيل بأن الفراعنة لم يقتلوا بني إسرائيل، قال إكراما لأن يوسف لما حكم كان عدلا وسبب الرخاء لمصر ولم يعني تدخل مصر في خراب بسببه، فإكراما له لم يقتلوا قومه ولكنهم استعبدوهم على أنهم عملاء للمحتل السابق. هذه إشارة غريبة في القرآن الكريم وواضحة جدا إلى أن الذي كان يحكم في زمن يوسف غير الفراعنة. هلأ تريد أن تقول أنهم في زمن الهكسوس، هذا ممكن ومحتمل وينسجم مع سياق التسلسل التاريخي لمصر وما حدث فيها، ممكن أن تقول أي شيء آخر، المهم أن الذي يحكم غير الفراعنة كان في زمن يوسف عليه السلام. رأى الملك رؤيا، هذه الرؤيا في نص القرآن إني أرى،
وقال الملك إني أرى. لفت النظر هنا ما قال إني رأيت، قال إني أرى، يعني لم يرى مرة واحدة، وإنما تكررت له هذه الرؤيا حتى أزعجته وعلم أن فيها رسالة يجب أن يعلمها، فلا بد من تأويل هذه الرؤيا. سيدنا يوسف ماذا قال في رؤيا؟ يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، لكن الملك ما قال إني رأيت، قال إني أرى. أرى فعل مضارع تفيد الاستمرار والتكرار. وقال الملك إني أرى، يا أخواننا هذه الرؤيا لم أرها مرة ولا مرتين، رأيتها كثيرا. إني أرى 7 بقرات سمان بأجمل ما يكون عليه البقر، سمان ضروعهن ممتلئة يشخبن لبنا كما جاء في الروايات التفسيرية، وبينما هن يرتعن في أجمل منظر إذ خرج عليهن 7 عجاف، 7 بقرات في أبشع منظر، هزيلات لكنهن متوحشات، فأكلت العجاف أكلت السمان. عجيب. بحسب الأسباب يجب أن تتغلب من؟ السمان على العجاف. بعد وهو مستغرب كيف هذه العجاف تأكل السمان، وإذ به يرى 7 سنبلات قمح ممتلئة حبا، وبجوارها 7 سنبلات سود يابسات هبت ريح، فحملت اليابسات على المليئات فاشتعلن نارا وتبخرن. أعود فأقول إني أرى، ما قال إني رأيت. لما تكرر ذلك شغل باله، فأصبحت قضية لابد من تداولها مع المجلس الاستشاري. يا أيها الملأ، والملأ هم سادة القوم، أشرافهم، زعماؤهم، علية القوم، يعني ما أخرج بيان للشعب خطاب جماهيري وإنما مجلس استشاري. يا أيها الملأ أفتوني، أي فسروا لي. والفتوى تقال للجواب إذا كانت الفتوى سؤال، تقال للتعبير الرؤيا إذا كانت رؤيا، وتستخدم لغير ذلك. أفتوني أي أجيبوني، فسروا لي، أولوا لي هذه الرؤيا، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي هل أنتم تمتلكون مواهب تفسير الأحلام وتعبير الرؤى؟ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طبعا السياق يعني قص هذه الرؤيا عليهم وقال لهم الآن هناك احتمالين، هل كان هؤلاء الملأ يعلمون بتعبير الرؤيا وامتنعوا عن تفسيرها للملك لئلا يشوشوا ذهنه؟ ممكن. أم أنهم كانوا لا علم لهم بتأويل الرؤى إطلاقا، أم أن هذه الرؤيا تحديدا لم يعرفوا تفسيرها؟ فعندك 3 احتمالات. قالوا أضغاث أحلام، والأضغاث هي الأشياء المجتمعة بشكل غير منظم، وأول ما يقال عن أضغاث أغصان الشجر، أغصان الشجر تجدها متداخلة بشكل غير منظم، لا متوازي لا متقاطع 100 على 100، أي أنها مجموعة صور متداخلة في بعضها لا تأويل لها، لأن المنامات إما أن تكون رؤيا تعبر وإما أن تكون أضغاث أحلام ليس لها تعبير. هنا ريحوا أنفسهم أو هربوا من مواجهة الملك بهذه الرؤيا الخطيرة، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام، يعني التي مثل هذه بعالمين، يعني نحن عالمين بتأويل الرؤى لكن بمثل هذه الأحلام أضغاث أحلام ما عندنا علم. سبحان الله، من كان يسمع هذا الكلام بين الملك والملأ؟ الساقي الذي نجا من السجن، والذي قال له يوسف اذكرني عند ربك، والذي رأى أنه يعصر خمرة فعبر له يوسف الرؤيا.
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. رؤيا، ورؤيا خطيرة. من الذي يعبر الرؤى؟ ذاك الرجل الذي لقيته في السجن قبل 7 سنين. يا لطيف. وقال الذي نجا منهما وادكر، ادكر أي تذكر، بعد أمه. هناك من قال أمه، هنا قال بعد أمه، والأمه هو شبه النسيان، فقدان العقل، لأنه فقد هذه المعلومة ثم تذكرها. إذا كان بعد أمه فالأمه هو النسيان، يعبر عنه في اللغة العربية النسيان. إذا كان بعد أمه أي بعد مجموعة كبيرة، الأمة هي المجموعة الكبيرة، تقال لمجموعة من السنوات أمة، يقال مجموعة لعدد كبير من الأفراد أمة، ويمكن أن يقال مجازا عن رجل إن إبراهيم كان أمة، جمعت فيه فضائل أمة، أو كان نفعه للناس كنفع أمة وليس كنفع رجل. فهذه كلمة أمة تقال للمجموعة الكبيرة من الأشخاص أو من السنوات. فهنا بعد أمة يعني بعد مجموعة من السنوات، وإن قلنا بعد أمهن أي بعد النسيان. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. شوف كلمة فأرسلون، يعني العلم ليس عندي، أرسلوني لآتيكم بتأويله، لكنه نسب الأمر إليه، أي أنا بسببي تعرفون التأويل. لو قال لهم أنا أنبئكم بتأويله فاسألون فالعلم عنده، لكنه قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي أعطوني إذنا للوصول إلى من، لأن الدخول إلى السجن ليس متاحا لكل من أراد، فطلب إذنا من الملك بالدخول للسجن ليقابل يوسف. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.